اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. اليوم يوم 30 من يونيو، الذكرى الثامنه للثوره المصريه التي بالفعل بدات بتغيير وبدايه بناء الجمهوريه الجديده. الكلمه التي القاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اكد فيها على نقاط هامه ومحاور متعدده ربما وجزت في كلمات وعبارات بسيطه، الا ان الواقع كان على مدار السنوات السبعه الماضيه كبيرا ومكلفا للدوله وللحكومه والشعب المصري بكل ما قدمه ومع قواته المسلحه ومع رجال الشرطه من تضحيات ومن مواقف جعلت من مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة. بداية مشاهدينا الكرام، بهذه المناسبة وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري احتفالا بالذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو، والتي أكد فيها أن تلك الثورة مثلت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معاني وقيم غالية على رأسها وأهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات. عموما مشاهدينا الكرام، نتابع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، ونفتح محاور وتفاصيل هذه الكلمة مع الضيوف، تابعون. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر الأبي العظيم، نحتفل اليوم معا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الذكرى الخالدة في وجداننا والمضيئة من تاريخ شعبنا، والتي استعادت بها مصر هويتها الوطنية وصوب بها شعبها العظيم مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته صلبة لا تلين ولا يمكن كسرها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه وللأجيال القادمة. وأقول بكل ثقة إن ثورة 30 من يونيو مثلت نموذجاً فريداً في تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معاني وقيماً غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات، والتي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واصطفافه الوطني. ولا يخفى عليكم أن الدولة واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية، سواء الإرهاب الذي نجحت قوات الجيش والشرطة البواسل في محاصرته وكسر شوكته، أو محاولات بث عدم الاستقرار والفوضى التي لفظها هذا الشعب العريق. وبالتوازي كان علينا أيضا مواجهة التحدي الآخر والأكبر الذي تمثل في بناء الوعي والإدراك الواقعي بحقيقة الظروف في مصر وسبل حل مشكلاتها، والشروع في عملية تنمية شاملة للارتقاء بكافة مناحي الحياة في كل ربوع وطننا العزيز مصر. وقد ساهم وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري العريق في دعم جهود الدولة للمضي قدما نحو المسار الذي اخترناه معا من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم وحديث في جميع المجالات، وذلك في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العميق والشامل، وتعزيز قيم العلم الحديث
ومناهجه في جميع أوجه حياتنا، وذلك كخطوة على الدرب لتغيير واقع الحياة في مصر لما نرضاه ونفخر به، ليكون حاضر ومستقبل مصر بعظمة ومجد ماضيها، وليجد كل مواطن في هذا البلد متسعا كريما له ولأبنائه. واليوم وفي هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا، أؤكد لكم أننا نسابق الزمن من أجل تحقيق تلك التطلعات التي طال انتظارها، إذ قمنا على مدار الأعوام الماضية بإطلاق سلسلة متكاملة من المشروعات القومية في كافة المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى تعبئة جهود الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بكافة فئاتهم، وعلى امتداد رقعة الدولة. وأؤكد لكم أن مصر قد وجدت طريقها إلى التنمية الحقيقية مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم للاستمرار في العمل والتطوير والبناء والإصلاح لمجابهة التحديات التي طال أمدها في الدولة. الأخوة والأخوات، علينا جميعا مواصلة بذل الجهود المضاعفة من أجل التغلب على التحديات المفروضة على العالم اليوم في ظل جائحة كورونا، حيث حققنا في هذا المقام إنجازات واضحة شهدت لها جميع المؤسسات التنموية والاقتصادية الدولية من خلال المسار المتوازن الذي سلكته الحكومة في التعامل مع الأزمة. وكل إيمان فأن ما يتم بذله من جهود ضخمة من جانب أبناء مصر المخلصين والأوفياء كفيل بالاستمرار في هذا النهج المتوازن من أجل تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يطمح إليها الشعب المصري. شعب مصر العظيم، أتوجه إليكم اليوم بخالص التحية والتقدير، تحية من القلب لكل مصري ومصرية على إدراككم العميق ووعيكم الحقيقي بمتطلبات إصلاح وطنكم، لتجسدوا المثل والقدوة والنموذج وتثبتوا مجددا مدى حكمة وعبقرية هذا الشعب الكريم. وأجدد من جانبي العهد معكم على الاستمرار كتفا بكتف ويدا بيد في إرساء قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء والانطلاق نحو مستقبل أفضل لكم ولأبنائكم، مستلهمين في ذلك روح ثورة 30 يونيو المجيدة. كل عام وأنتم بخير، ومصر في تقدم وأمان واستقرار. وأخيرا ودائما، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر دائما شامخة، تحيا مصر دائما منتصرة، تحيا مصر بشعبها وجيشها وقيادتها الواعية. هذه هي الكلمة مشاهدينا الكرام التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في ذكرى 8 للاحتفال بثورة 30 من يونيو، تلك الثورة التي كانت نقطة الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة والحياة الجديدة التي طالما عانى منها المصريون في مجالات شتى ومختلفة. مشاهدينا الكرام، نبدأ في استقبال المداخلات الهاتفية لنتناول مع ضيوفنا عبر الهاتف محاور الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وسيكون مع الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. يعني أستاذ عماد، بعد تحية، كل عام وحضرتك بخير يا فندم. كل عام وحضرتك وكل المصريين بألف خير يا رب.
تابعت بالتأكيد كلمة السيد رئيس اليوم في ذكرى 30 يونيو. الحقيقة يعني الكلمة تضمنت عدة محاور، يعني أبرز هذه المحاور وكيف قرأتها أستاذ عماد؟ بطبيعة الحال يعني الكلمة موجود فيها أكثر من جزء. الجزء الأساسي اللي بدأ به الرئيس أنه هذه الثورة، ثورة 30 يونيو، كانت نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية، لأنه يعني ربما تختلف كثيرا عن ثورات كثيرة. معظم الثورات على سبيل المثال في التاريخ الحديث، ثورة 19 كانت موجهة لمحاولة طرد الاحتلال الأجنبي، وثورة 52 نجحت بالفعل في التخلص من الاستعمار الأجنبي. ثورة 30 يونيو كان قيمتها العظيمة إن هي استعادة هوية مصر، مش بس الأرض أو لا، الهوية، هوية مصر كانت مهددة بالفعل. صحيح. وهذه الثورة يعني ادت إشارات كان عدد كبير للأسف من المؤرخين والدارسين يقولوا إن الشعب المصري شعب خانع لا يتحرك لا يصوت، وجي أثبت لهم إن هو أثار مرتين في أقل من عامين، في 2011 و2013. الجزء الثاني إنه الدولة في الفترة الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو قدرت تواجه كل بالقوة الشاملة بتاعتها العديد من التحديات، الإرهاب، يعني الجيش والشرطة بذلوا جهد كبير وقدموا تضحيات عظيمة عشان يتم القضاء عليه وتحجيمه، مواجهة بناء الوعي والإدراك الواقعي بحقيقة الظروف، ودي نقطة مهمة جدا السيد الرئيس يركز عليها طوال الوقت متمثلة، لأنه بدون هذا الوعي يمكن لكل أعدائك حتى أحيانا من داخل البلد نفسها ممكن يبقى فيه تشكيك طول الوقت لو الناس ما عندهاش هذا الوعي الحقيقي اللي بيخلي الدولة تقدر تمشي في الطريق اللي هي تبني وطن قوي متقدم وحديث في جميع المجالات. وده تعبير قاله السيد الرئيس بالفعل في كلماته. الرئيس قال ان احنا قدامنا تحديات كورونا علينا نستمر في مواجهتها، وانه المؤسسات الدولية قدمت لنا شهادات كثيرة جدا بتثبت ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. النهاردة الرئيس في نهاية كلمته قال أنه بيجدد العهد من جانبه مع الشعب المصري على الاستمرار، واقتبس من كلامه كتفا بكتف ويدا بيد لإرساء قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء. نعم أستاذ عماد، خلينا نتحدث بواقعية أكثر ومباشرة وبلغة الشارع المصري. كان هناك سؤال بيطرح نفسه مع ثورة يناير، إلى أين مصر ذاهبة؟ جاءت ثورة 30 من يونيو لتكون بداية الإجابة عن هذا السؤال بالفعل، وحدث ما يسمى بتعديل المسار. تحديات كما أوضحت حضرتك، كما أشار إليها السيد الرئيس من خلال كلمته، تحديات الإرهاب، تحديات شبه الدولة التي كانت يعني الحقيقة نقدر نقول تعج بالمشكلات وليست مشكلات يسيرة. يعني كيف ترى قدرة الحكومة التي استطاعت في هذه السنوات القليلة جدا التجاوز لهذه المحن وهذه التحديات والصعوبات، وما تم انفاقه من مليارات الجنيهات؟ نعم، انا تقديري ان ثورة يناير كانت ثورة عظيمة جدا، لولا ان هناك تنظيما ارهابيا تمكن للاسف من اختطافها وتوجيهها في مسار صعب جدا. الثورة 30 يونيو هي كان دورها الأساسي هو تصويب المسار، وحتى هذا التعبير استعمله السيد الرئيس النهاردة في كلمته. تصويب المسار عمل شيء مهم جدا، لكن كنت محتاج بعد ما ده تم انك انت تعيد بناء دولة كاملة. نعم. وتعيد إصلاح الكثير من المؤسسات والقطاعات اللي بعضها كان قاعد عشرات السنين بدون تطوير وبدون تأهيل. يعني ومش هي حكومه بس، مجموعه كبيره من الحكومات، من اول حكومه حازم الببلاوي ثم ابراهيم محلب ثم شريف اسماعيل واخيرا مصطفى مدبولي، جميعهم بداوا يعني عمليه البناء والتطوير ولهم جزيل الشكر جميعهم. الحكومه الحاليه ربما تكون الاكثر جهدا في مساله الانجاز، يعني عدد كبير جدا من المصريين دلوقتي بيقول لك انا كنت معدي امبارح في المنطقه الفلانيه ما عرفتهاش لان اتغيرت في خلال شهر، لقيت بي فيها طريق، بي فيها كوبري، بي فيه مدينه جديده او مساكن جديده. وبالتالي ده
عدد كبير من المصريين حتى بعضهم اللي كان بينتقد أداء بعض هذه الحكومات أو بعض السياسات الآن يقر أن هناك تغيرا ملموسا بالفعل في هذا الأمر. وأنا أظن أن هذا الجهد سيتم ترجمته بصورة واضحة وملموسة لعدد كبير من الناس لما ينتهي مشروع حياة كريمة اللي النهاردة الرئيس كان يتفقد المعدات والأشياء اللي هي مفروضة تبتدي تنطلق لتنفيذ هذا المشروع في 1500 قرية في بالإجمالي 4500 قرية مفروض يتم فيهم المشروع على مدى 3 سنين ب 600 مليار جنيه. نعم أستاذ عماد، يعني حضرتك تطرقت للسؤال اللي أنا كنت هتكلم فيه بالفعل، هو أثناء تفقد السيد الرئيس اليوم للآلات والمعدات الهندسية والمركبات اللي هتستخدم في عملية تطوير الريف المصري. احنا بنتكلم عن 50-60 مليون مصري في الريف المصري، يعني أكتر من نصف الشعب المصري تقريبا. هذا المشروع هو مشروع ضخم بالفعل، يعني كيف ترى المدى الزمني، كيف ترى التكلفة؟ يعني 600 مليار هي كانت 400 تقريبا وكسور، إلا أنها تجاوزت ربما ووصلت إلى 600 مليار. كيف ترى في حديث السيد الرئيس اليوم عن أن التطوير ليس مجرد تطوير شكلي، وإنما هو تطوير في البنية التحتية، تطوير في النظم والهيكلة وأداء الوزارات في خدماتها في هذه المواقع؟ أنا كنت سعيد الحظ أن كنت موجود في المكان وسمعت الكلمة مباشرة من السيد الرئيس، وحتى مدخلات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بعض المرات. المشروع حياة كريمة للموضوعية إذا تم إن شاء الله بنفس الطريقة التي تحدث بها السيد الرئيس ووعد بها الشعب المصري، هيكون مشروع في منتهى الأهمية. 3 سنوات هي فترة قليلة جدا في عمر الشعوب، و يعني لو يعني أنا أظن إنه في نهاية ال3 سنين هيكون في شكل الحياة تغير في مصر. تخيل فقط لا غير ان انت تستطيع انك انت تدخل او تدخل الصرف الصحي، ده مسألة في منتهى الأهمية. لما انت ترصف الطرق كلها، لما انت تجدد، لو ما فيش مدرسة، لو في مدرسة، احنا بنتكلم عن 17 قطاع في مصر يا استاذ عماد، يعني تم تغييرها جذريا تقريبا نقدر نقول كده. تمام. المشروع حياة كريمة القيمة بتاعته او اهميته ان هو بيصلح كل شيء في القريه. نعم. من اول ترميم البيوت المتهالكه نهايه ببنائها، قطاع الاتصالات، الخدمات المختلفه، رصف الطرق، كل شيء. والاهم كمان منه بعد ما تعمل ده، واوقات وانت بتعمل ده انت بتشغل الايدي العامله اللي في القرى، بتشغل المصانع الوطنيه المصريه اللي هتبيع، يعني هم عندها رواج وحاجات بتبيعها اول باول، فبالتالي المجتمع كله بيستفاد وبيتقدم للأمام. وده يعني أنا أظن مرة ثانية إذا تم تنفيذ هذا المشروع بهذه الصورة سيكون أكبر دليل على فكرة العدالة الاجتماعية. طيب، ما دلالة هذا المشروع من زاوية أخرى هامة جدا؟ يعني طالما كان هناك لغط وحديث كثير عنها على مدار عقود سابقة، حقوق الإنسان أو حق المصري في الحياة الكريمة، كيف ترى من هذه الزاوية؟ بطبيعة الحال هي حقوق مختلفة، في حقوق اقتصادية، حقوق اجتماعية، حقوق سياسية. بعض النظريات السياسية بتقول أنك لا تستطيع أن تعطي حرية سياسية لشعب أو لمجموعة من الناس ثم لا يملكوا وليس لديهم الحرية الاقتصادية، أو أنه لا حرية لمواطن جائع. صحيح. هذه نظريات كثيرة وفيها جدل كثير. بطبيعة الحال يبقى الأفضل إن الناس يحصلوا على كل الحقوق ويبقى كويس، بس أيضا عليك إنك تناقش ده في إطار ظروف كثيرة وفي إطار حاجة بتحيط بيك من كل جانب، أوضاعك الاقتصادية، السياسية، المنطقة اللي أنت موجود فيها، مجموعة كبيرة من الأمور المتداخلة. لكن يعني حتى العهد الدولي لحقوق الإنسان اللي أصدرته الأمم المتحدة والمواثيق الدولية اللي هي كانت أظن سنة 48، جزء اساسي منها ايضا يركز على الحريه الاقتصاديه والاجتماعيه، ان انت يبقى عندك مسكن، ان يبقى عندك مياه شرب نظيفه، ان يكون عندك كهرباء، ان يكون عندك تعليم جيد، ان يكون عندك طرق امنه، حاجات كثيره جدا. حياه تليق بالمواطن المصري كما اوضح السيد الرئيس. نعم. وتنتهي بالحريات السياسيه، حقك في التعليم والى نهايته يعني. نعم.
استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخله. ومشاهدينا بنستقبل على الهاتف دكتور اكرم بدر الدين استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. تحياتي دكتور اكرام، وكل عام وحضرتك بخير يا فندم. وحضرتك بخير والساده المشاهدين ومصر كلها بخير. يعني دكتور خليني اتكلم من زاويه اخرى بمناسبه ذكرى 30 من يونيو، هي ذكرى تغير شبه شامل، يعني لم يكن شاملا بالفعل اذا صح التعبير، في السياسه المصريه الخارجيه، في عوده مصر الى الدور الريادي الحقيقي، ربما ليس فقط على مستوى القرن الافريقي ولكن ايضا اصبحت دوله محوريه تشكل القرار السياسي العالمي، كيف ترى هذا الامر؟ طبعا ثورة 30 يوليو احدثت تغيرات كبيرة في مصر ومن مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والصحية والاجتماعية. فمصر اصبحت تتبع سياسة خارجية ناشطة لها محاور متعددة بتنفتح على العالم ككل وتتوجه نحو القارة الآسيوية ونحو افريقيا ونحو المنطقة العربية ونحو الدول الشمال والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ده أعطى للسياسة الخارجية المصرية مرونة واستقلالية. نعم. من الناحية الاقتصادية والتنموية مصر بتقوم وقامت فعلا بتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية ضخمة واللي بيطلق عليها تسمية المشروعات القومية، وهي متعددة الحقيقة ومنتشرة في مناطق مختلفة ومتعددة من مصر. كان في ايضا اهتمام لم يقتصر الاهتمام فقط على النواحي الاقتصاديه وعلى النواحي السياسيه، بل امتد ايضا الى الانسان نفسه. نعم. المواطن المصري. يعني خلينا نتكلم دكتور اكرام، يعني عذرا للمقاطعه، عن المحور اللي حدده السيد الرئيس في الكلمه اللي قال اليوم، بناء الوعي والادراك الواقعي للمواطن المصري. ده صحيح، وده اللي انا كنت لسه بقوله، ان في اهتمام اضافه الى الجوانب الماديه والتنمويه والاقتصاديه والمشروعات العملاقه، في اهتمام ايضا بالانسان المصري او المواطن المصري، لان الانسان مرتبط بعمليه التنميه ارتباط وثيق. الانسان هو الاداه اللي بتنفذ التنميه، يعني التنميه عشان تنفذ تحتاج الى الانسان وخبراته وقدراته، والانسان في النهايه هو الذي ستتساقط عليه ثمار التنمية، هو الهدف من التنمية، هو المستفيد من عملية التنمية. فالإنسان في علاقته بعملية التنمية هو أداة وهو أيضا الهدف من التنمية. ومن هنا بيأتي أيضا الاهتمام من جانب الدولة ببناء الإنسان، وفي مختلف الجوانب الحقيقة، يعني من حيث الوعي ورفع درجة الوعي، من الناحية الصحية، من حيث الثقافة، من حيث التعليم، واحنا شفنا عديد من المبادرات الرئاسية الحقيقة اهتمام بالإنسان وبصحته وبأحواله المعيشية. يعني شفنا مبادرة 100 مليون صحة، شفنا الاهتمام بصحة السيدات، شفنا الاهتمام بالكشف عن الأمراض المزمنة، كل ده بيعبر عن الاهتمام بالإنسان. في أيضا اهتمام بالإنسان في معيشته اليومية، التكافل والكرامة ومبادرات اجتماعية الحقيقة، وبالبنك المركزي ومبادرات دعم للصناعة وقطاعات مختلفة. يعني تفضل. ده صحيح، والهدف منه رفع مستوى المعيشة للإنسان، المستوى الاقتصادي، مستوى الإسكان، وفي تسهيلات للحصول على قروض ميسرة بفائدة بسيطة على فترة زمنية طويلة، في مبادرة حياة كريمة اللي بتستهدف تطوير الريف المصري والقرى المصرية واللي بتمثل يمكن أكثر من نص سكان مصر، في اهتمام أيضا بتحسين التعامل بين المواطن وبين أجهزة الدولة المختلفة من خلال الميكنة، من خلال الأخذ بالأساليب الحديثة الإلكترونية، بحيث أن في النهاية الإنسان في تعامله مع أجهزة الدولة والجهاز الإداري للدولة أيضا بيكون تعامل بطريقة ميسرة وسهلة. فكل دي عوامل تؤدي إلى حدوث تغيرات كبيرة اللي احنا بنتكلم عنها، وفي مختلف الجوانب، من حيث الناحية الصحية، من حيث الثقافة، من حيث الوعي، من حيث التعليم، من حيث التعامل مع الجهاز. نعم. الإداري، وكلها بتصب في مصلحة المواطن. طيب دكتور إكرام، يعني اليوم في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو قال إن ذكرى 30 من يونيو هذا العام تتواكب مع تغيير حقيقي في حياة
أكثر من نصف سكان مصر في الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة. وهذه الجزئية نتابعها معا ثم نعاقب عليها. أرجو انتظار معي. مش هيفوتني أن أنا أقول للمصريين كلهم كل عام وانتم طيبين بمناسبة 30 يونيو، وإحنا كنا حرصنا على أن إحنا يعني يكون اليوم ده هو تغيير آخر، تغيير آخر حقيقي في حياتنا وحياة كتير أكتر من نص سكان مصر. احنا بنتكلم على يعني فوق 50-60 مليون أو بين 50-60 مليون إنسان في الريف المصري. فاللي انتوا شايفينه ده أنا بقوله لكل المصريين، ده جهد كبير قوي وموارد كبيرة جدا هيتم انفاقها في مدة زمنية بنتمنى زي ما قلت مرة قبل كده انها تنتهي في خلال 3 سنوات. مشاهدينا تابعنا جانبا من كلمة الرئيس في تفقد اليوم الآلات والمعدات التي سيتم استخدامها في مبادرة حياة كريمة في الريف المصري. معنا كان على الهاتف ولا يزال دكتور إكرام. دكتور إكرام يعني عذرا للانتظار، يعني السيد الرئيس أثناء الكلمة قال اليوم تغيير آخر، يعني كيف تقرأ هذا التعبير وكيف ترى هذا التغيير؟ طبعا السيد الرئيس بيشير في هذه النقطة إلى تغيير هام، سواء تغيير في الدولة أو تغيير في المواطن نفسه وما يقدم له من خدمات، ويمكن ده اللي أشار إليه السيد الرئيس في فترة سابقة وأطلق عليه الجمهورية الثانية أو الجمهورية الجديدة، بمعنى تغيرات هامة وشاملة تحدث في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوعي والثقافة. ويمكن أشار السيد الرئيس أيضا في خطابه اليوم إلى مشروع حياة كريم. أنا عاوز أقول أيضا أن التوقيت النهاردة وإعلان هذا المشروع له دلالة، بمعنى أنه سيحدث تغير حقيقي في حياة نقدر نقول أكثر من نصف سكان مصر اللي هيستفيدوا من مبادرة حياة كريمة، وهي في مرحلتها الأولى بتشمل 1500 قرية مصرية وموزعة على 52 مركز، وهي بتتضمن الحقيقة يعني 3 مراحل وستحدث تغير جوهري في حياة المواطن المصري في هذه المناطق وفي معيشته اليومية في مجال الكهرباء، الإسكان، الري، البنية التحتية، وكل دي عوامل لها أهميتها بالنسبة للدولة وبالنسبة للمواطن. نعم. وخصوصا الرئيس أيضا أشار إلى ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية واستغلال أمثل الظهير الصحراوي ومشاركة كافة الوزارات المعنية في تطبيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة. دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة. وبينضم إلينا دكتور علي مسعود عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة بني سويف. لكن قبل استقبال مداخلة الدكتور علي نتابع مشاهدينا الكرام الجانب من خطاب السيد الرئيس والجزء الذي توجه فيه إلى جموع الشعب المصري والمزارعين بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وبناء المدن الجديدة وأيضا في الظهير الصحراوي واستعراض ما تتكبده وتتكلفه الدولة من جهد شاق في استصلاح أراضي جديدة. عموما نتابع الكلمة ثم نستقبل الضيف، ابقوا معنا. أنا بكلم كل المصريين بقى في المرحلة ديت، صدقوني لو كان من سنين طويلة فاتت انتبهنا وبنينا المساكن بتاعتنا اولا في مناطق الظهير الصحراوي وحافظنا وخفنا على الاراضي الزراعيه المتاحه جوه الريف عندنا، اتصور
مش اقل من مليون او 2 مليون فدان كنا حافظنا عليهم، وهم كانوا يعني لا محتاجين نعمل لهم لا ترع ولا مصارف، ولا محتاجين نعمل لهم اي بنية زراعية، بنية ري يعني، وارض خصبة وبتزرع بقى لها الاف السنين. مشاهدينا، تابعنا توجيه وطلب السيد الرئيس من ملاك الأراضي بالحفاظ على الرقعة الزراعية الموجودة، وما بيان ما تبذله الدولة لاستصلاح أراضي جديدة. وعموما معي على الهاتف دكتور علي مسعود عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة بني سويف. دكتور علي، يعني بعد التحية وكل عام وحضرتك بخير يا فندم. أنا وحضرتك طيب يا فندم، أهلا. معي ايضا على الهاتف استاذ محمود بسيوني، مساعد رئيس تحرير جريده اخبار اليوم. استاذ محمود، تحياتي، كل عام وحضرتك بخير يا فندم. وحضرتك طيب وبخير وكل المشاهدين بخير. ابدا مع دكتور علي. يعني دكتور علي، السيد الرئيس بيتحدث عن استصلاح 2.5 مليون فدان، يعني بدايه يعني كيف ترى الضروره الملحه لضروره حفاظ ملاك الاراضي والمزارعين على الرقعة الخضراء الموجوده بالفعل، وكيف أيضا ترى الجهود التي والتحديات التي ستواجه الدولة لاستصلاح 2.5 مليون فدان لتأمين حياة المصريين بالكامل؟ تمام. هي نبدأ نقول أنه 2.5 مليون فدان دول بيمثلوا أكثر من 30% من المساحة الزراعية اللي مزروعة حاليا في مصر. دي نقطة بس بنحب نوضحها للسادة المشاهدين. نعم. فيما يتعلق بأهمية القطاع الزراعي، احنا بنرجع بس ذاكرة المواطنين المصريين في أزمة كورونا، وشفنا انه قد ايه كانت دول متقدمة ودول كبرى كان في طوابير على السوبر ماركت عندهم على المواد الغذائية، وبالتالي هي مسألة توفير الغذاء للمواطنين، فهي أمن قومي ما فيهاش جدال، وبالتالي كنا ان احنا نقدر نزرع الكميات دي. وبعدين في نقطة بحب اضيفها، احنا ما بنتوسعش افقي بس، احنا بنتوسع رأسي، ما يشهده قطاع الزراعة حاليا من تطورات وتدخلات من قبل الدولة وسياسات جديدة نقلة كثيرة جدا فيه. فعلى سبيل المثال بنتكلم على ادخال نظم ري حديثه، بنتكلم على مشروع لتخطيط الطرق وتوفير قدر من المياه لاستزراع الاراضي جديده، بنتكلم على مشروع زي مشروع الصوب الزراعيه، مشروع ضخم جدا، وانتاجيه الفدان فيه حوالي 3 اضعاف المحاصيل العاديه، والقدرة على التنافس في الأسواق الدولية ليه كبيرة جدا. بنتكلم على مشروع إنتاج البذور داخل مصر. نعم. وده كله بيندرج تحت حاجتين، الحاجة الأولى ألا وهو توفير الغذاء للمصريين وهو أمن قومي، الحاجة الثانية إننا معروفة لأن المناطق الريفية بتتسم بارتفاع معدلات الفقر فيها، فبالتالي تطوير القطاع الزراعي والمهتمين بالقطاع الزراعي أو الممتهنين الزراعة دي معناها إن أنا بحارب الفقر في عقر دار زي ما بيقولوا، فدي نعم. دي بعدين مهمين جدا فيما يتعلق بتنمية القطاع الزراعي. نعم دكتور علي، أرجو انتظار معي على الهاتف، وبذهب لأستاذ محمود بسيوني مساعد رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم. أستاذ محمود، يعني السيد الرئيس خلال الكلمة اللي ألقاها اليوم في ذكرى 30 من يونيو أشار إلى أهمية وحدة الصف المصري، وأن هذه الوحدة هي كانت الدعامة والأساس في نجاح ثورة 30 من يونيو، وأيضا نجاح مسيرة التنمية على مدار السنوات الماضية. كيف ترى هذا الأمر؟ بالتأكيد يعني ما قصده سيادة الرئيس اليوم بهذه الكلمة هو وضع يده على السبب الرئيسي في نجاح الدولة المصرية في البقاء، لأن كل الأطراف التي كانت تتآمر ضد مصر والتي كانت تحاول أن يعني تشيع الفوضى في مصر خلال الفترة الماضية كانت تسعى لتقسيم المجتمع المصري بالأساس. نعم. لأنه تقسيم المجتمع المصري يضعف الدولة الوطنية ويضعف قدرتها على استدامة الأمن والاستقرار حتى تستطيع النهوض بهذا المجتمع.
المجتمع المصري كان يعاني طوال سنوات طويلة من تفشي كثيرة من الأمراض، من أزمات اقتصادية، من زيادة في معدلات الفقر، من البطالة، من عدم الوعي وغياب الوعي الكامل. وربما الرئيس أشار النهاردة إلى كان مهم يعني أهمية بناء الوعي لدى المصريين بمشاكلهم الحقيقية وبالطريق إلى الحل، وبالتالي كان هناك رغبة حقيقية في أنه يعني تسير الأمور للأفضل من خلال الاستفاض الوطني ووحدة الشعب المصري. التقسيم وإشاعة الفتن اللي كانت بتظهر خلال السنوات الماضية كانت سببا رئيسيا في تراجع المجتمع المصري وتراجع الدولة المصرية على كثير من الأصعدة. اليوم بهذا الاستفاض، بهذا الوعي، بهذا الالتفات حول المؤسسات الوطنية المصرية، نعم، والالتفات حوالين البرامج التي طرحتها الحكومة المصرية والمبادرات الرئاسية التي طرحها السيد الرئيس خلال السنوات الماضية، هذا الإيمان من الشعب المصري بأهمية الوحدة الوطنية وأهمية الاستفاض خلف أجهزة الدولة هو اللي وصلنا اليوم إن احنا نستطيع أن نقول إن مصر تحولت من دولة كانت تعاني في ما سبق من سنوات إلى دولة اليوم دولة إقليمية ومحورية قوية، لديها موارد ولديها امتلاك للقدرات ولديها كثيرة من الإمكانيات التي تستطيع من خلالها أن تدعم شعبها بشكل أساسي من خلال يعني بعد نجاح البرنامج الاقتصادي وبعد نجاح كثيرا من المبادرات من أجل دعم الاقتصاد المصري. اليوم النهاردة الدولة بتستطيع أنها تمول من ذاتها مشروعات ضخمة وكبيرة، نعم، تعود بالنفع على المواطن المصري. نعم، أستاذ محمود بسيوني مساعد رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة. وعودة أخيرة دكتور علي مسعود. دكتور علي، في ثواني معدودة أشار الرئيس إلى إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري والإصلاحات والنجاحات التي حققتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، كيف ترى هذه الإشادة؟ بكل تأكيد ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت من النجاح في المرحلة الأولى من مراحل الإصلاح الاقتصادي، فده ترتب عليه ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع وتحسن كبير جدا في المؤشرات الاقتصاد الكلي، وبالتالي انعكس ده في حاجتين. الحاجة الأولى الاستقرار الاقتصادي، وده اللي أشارت به الهيئات الدولية. الحاجة الثانية قدرتنا على الدخول في المرحلة الثانية من مراحل الإصلاح الاقتصادي اللي أعلنت الحكومة بدايتها من شهور. وبالتأكيد يعني سيجني المصريون ثمار هذه الإصلاحات. دكتور علي مسعود عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصرنا بخير، جيشنا والشرطة والقيادة السياسية وكل من يبذل دما وجهدا وعرقا في هذا البلد لإبقائه كما يستحق أن يكون. كانت هذه حلقة اليوم من برنامج همزة وصل، وإلى اللقاء في حلقة الغد، ملف جديد وفريق عمل جديد. دمتم في أمان الله.